إصابة أكرم توفيق برباط الصليبي بعد أول 5 دقائق في كأس الأمم الأفريقية، واستبعاد كمان بدر بنون من منتخب المغرب للإصابة برضو قبل أول مباراة، وتهديدات إرهابية بتحاصر معلول وديانج في مدينة ليمبي. دي كانت حصيلة لاعبي النادي الأهلي في أول أسبوع من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، واللي تفاعل معها جمهور النادي الأهلي بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، زي إبراهيم كريس اللي فكرنا بسوء الحظ الكبير اللي بيطارد لاعبتنا مع المنتخب من 2017 لحد النهاردة، والموضوع ده كان فيه 2 صليبي وغضروف وكسر. وحسين كمان اللي وجه تويتة شديدة اللهجة لصامويل إيتو شخصيا، وحذروا ان لو اي حاجة حصلت لمعلول وديانج الموجودين في ليمبي او حصل لهم اي حاجة الموضوع مش هيعدي على خير.